أحمد الأكرم شاب في 23 من عمره، انشق عن قوات النظام في العام الثاني من الثورة بعدما رأى الظلم بعينه حين كان أحد عناصر جيش النظام. بعد انشقاقه انضم إلى صفوف الجيش الحر وخاض العديد من المعارك، وفي معركة جسر حوران في عام 2013 تعرض للإصابة ونقل إلى الأردن حيث بترت قدمه. كنت عسكري بأكاديمية الأسد بحلب. يوم طلعت الثورة احنا ما كنا نعرف ايش بحلب. يوم وصلت الثورة لعندنا على حلب اجوا شفت الظلم بعيني وضرب الإهانات للشعب السوري. اجيت انا وانشقيت، اجيت روحت على اهلي على حوران وحملت السلاح مع اخوتي بحوران، شاركت كذا اقتحام في حوران. في 2013 ب10/5 بصد العصابات الأسد الطاغية معركة خربة غزالة بترت ساكي. عانى الكثير من الصعوبات حتى تم تأمين طرف صناعي له، أتيحت له الفرصة للسفر إلى أكثر من دولة، إلا أنه رفض إلا أن يكون إلى جانب إخوانه يحمل معهم السلاح على خطوط الجبهات. وإضافة إلى ذلك ما يزال يزاول عمله المدني في إصلاح الدراجات وإضافة إلى ذلك ما يزال يزاول عمله المدني في إصلاح الدراجات النارية والذي يكسب منه قوت يومه. وتبقى قصة أحمد واحدة من القصص التي تغرس الأمل فينا وتبشر بأن لدينا رجال لا تنكسر عزيمتهم مهما صعبت الظروف.